تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حديثنا الليله عن رحله الخلود الابديه نريد ان نتحدث عن هذا الموضوع الوجودي نتعرف عن حقيقه الانسان وعن دوره في هذا الكون وما هي المراحل التي يجتازها في هذا الوجود ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطما هذه الآية العظيمة المباركة تتحدث عن المراحل والأطوار التي يقضيها الإنسان في هذه الحياة ربنا عز وجل يحصر اهم المراحل التي يمر منها الانسان فيقول اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ما معنى لعب؟ هذه اشاره الى مرحله الطفوله فالانسان وهو صغير كل همه وكل رغبته في اللعب علاقه اللعب يسموها علماء النفس علاقه اللعب كتبقى راسخه وهي بريئه لعب ولهو هنا اشاره الى مرحله المراهقه فالانسان لما يكون صبيا همه الاكبر هو اللعب لكنه لما يصير مراهقا 14 عام 15 سنه ويصل الى سن البلوغ يبحث عن اللهو وليس عن اللهب اللهو يعني رقص وموسيقات وبحث عن الجنس الآخر ومن أبرز علامته هو إطالة النظر في المرآة ينظر إلى المرآة في وجهه ويتفحص ملامحه ويبدأ يشعر بمشاعر غريبة في نفسه لعب ولهو وزينة لما يدخل إلى العشرينات 25 سنة إلى 30 سنة لم يعد يهمه اللعب ولا اللهو وانما يبحث عن الزينه. الزينه يعني يبحث عن وظيفه، يبحث عن ان يكون له رصيد بنكي، انه يكسب مالا، عنده سياره، عنده شقه، عنده ممتلكات، يبحث يتزين ويعتني بهندامه، يعتني بصحته وبقامته وبشكله. كل مظاهر التزين الانسان يبحث عنها. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم حينما يصل الإنسان إلى الأربعين سنة هنا لم يعد يهمه لا اللهو ولا اللعب ولا الزينة ولكن همه الأكبر هو التفاخر لأنه صار قويا إذا كان موظف فقد صارت له قدم قوية ثابتة في وظيفته إذا كان تاجر أو رجل أعمال فقد اتسعت تجارته وتفرعت وتنامت وتكاثرت اذا كان رجل سياسي ايضا له موقع قدم قوي في حزبه او في نقابته او في منظمته يعني يتفاخر يتفاخر بعلمه يتفاخر بسلطته يتفاخر بكل ما اوتي من مظاهر القوه لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد لما يدخل الانسان الى الخمسينات من عمره هنا يصير يتفاخر بما انجزه من تحقيق الحياه الدنيا لقد تزوج وانجب اولاد واولاده ربما كبروا وتزوجوا وصار له احفاد وعمله صار فيه في القمه وتجارته توسعت ممتلكاته تضاعفت وعلاقاته مع الناس صارت قويه ومتشعبه فيتفاخر اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد لكن بعد ان يتجاوز الانسان الخمسينات ويدخل الى الستينات هنا يدق عليه شبح الرحيل تبدا علامات الكبر والهرم بدءا من الشيب الذي يكسو الشعر والتجاعيد في الوجه وضعف البصر وعلامات الهرم الاسنان والركاب وامراض العصر كالسكري وضغط الدم كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطما يعني بحال واحد الأرض في لحية قام الزراع بحرتها ثم بزراعتها وجاء المطر وفي إبانه ثم كان الربيع وكان الزرع والضرع والكروم والثمار وبعد فصل الصيف سيأتي موسم الحصاد وتعود هذه الأرض كما كانت أول مرة قاحلة هي هكذا الحياة الدنيا هذه المراحل هي التي يمر بها الإنسان في الدنيا لكن قبلها أين يكون؟ العلماء، علماء العقيدة وعلماء التوحيد والعلماء الذي يبحثون في في تاريخ الوجود، يقولون بأن الإنسان هو في الأصل خالد، عنده أربعة منازل، أربعة منازل. المنزل الأول هو بطن الأم. والمنزل الثاني هو الحياة الدنيا. والمنزل الثالث هو حياة البرزخ، والمنزل الرابع هو الدار الأخرة، إنها رحلة طويلة وعريضة يسمونها برحلة الخلود الأبدية، لكن هناك من يقول قبل المنزل الأول اللي هو بطن الأم، أين كنا؟ هل هو فعلاً المنزل الأول بطن الأم؟ لا، قبل أن تكون في بطن أمك فقد كنت ايها الانسان في صلب ابيك. الانسان يكون في صلب ابيه ويتنقل ابا عن اب عن جد عن جد الى ابينا ادم عليه السلام. ولكن قبل ان نكون في صلب ابائنا اين كنا؟ اول منزل لنا هو منزل يسمى بعالم الذر. نحن كنا اول ما خلقنا في عالم غير عالمنا هذا هو عالم الذر. احفادنا واحفاد احفاد احفادنا الى ما لا نهايه هؤلاء كلهم الان موجودون احفادك موجودين واحفاد أحفادك, احفادك موجودين اين هم في صلب ابيك نعم ولكن هم في عالم الذر عالم الذر هو عالم كبير ليس له نهايه هذا العالم لما خلق ربنا سبحانه وتعالى ابان ادم عليه السلام مسح على ظهره كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قد مسح على ظهر ادم فخرجت كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى الله عز وجل لما خلق ابان ادم عليه السلام مسح على ظهره على عموده الفقري الصلب هنالك يكون ماء الرجل ماء الرجل يخرج من الصلب والترائب الصلب يعني العمود الفقري ديال الرجل والترائب هي هو الصدر ديال المراه الماء المراه ديال الولاده يكون في الصدر في الثدي والرجل عنده في الصلب يخرج من بين الصلب والترائب ابونا ادم لما خلقه الله تعالى مسح الله على ظهره فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة كلنا نحن خرجنا في وقت واحد جميع البشرية من أول الخلقة إلى قيام الساعة كم عددهم لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله جل علاه ملايير الملايير 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 التي لا تعد تحصى جمعهم الله تعالى على صعيد واحد وهم أرواح دون اجساد فاشهدهم على انفسهم من هو ربكم جميعهم قالوا ربنا الله لا اله الا هو ولا نعبد الا اياه فقال الله تعالى اشهدوا هذا الاشهاد واذكروه جيدا انكم سوف تمتحنون في بقعه ارضيه لفتره زمنيه قليله على اساسها سيتحدد مصيركم. وهذا الإشهاد هو جواز المرور. إياكم ثم إياكم أن تأتوني عند البعث والنشور وهو قريب عندنا وتقدموا لي مبررات تقول لي أننا لم نحصل على معلومات أو أن هناك من أضلنا أو آباؤنا أو أجدادنا اتبعناهم إياكم. هذا ما يسمى بالبيعة الكبرى. بيعة، بيعة عظيمة تمت في السماء في أول الوجود وقد نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون الله عز وجل ركز فينا علم العقيده وعلم التوحيد وكل مبادئ الدين مغروسه فينا وهذا ما يسمى بدليل الفطره المولود لما يولد عنده دليل فطره المولود يتعرف عن الله ويعرف القيم يميز بين الحق والباطل والخير والشر طبيعي فطرة الفطرة الإنسانية كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم كل ما في القرآن الكريم وكل ما في السنة النبوية هو ليس جديد هو مركوز في نفوسنا هو مطبوع في دواتنا وكأن الله تعالى سقانا من كأس المعرفة ونحن لازلنا أرواح دون أجساد لهذا الإنسان المؤمن للفطرة ديالو سليمة بسرعة يندمج في سلك الإيمان ويبدأ في الصلاة وكلما سمع أمرا إلهيا أطاعه وأسرع إليه هذا المؤمن هو في الحقيقة فطرته سليمة لكن من كانت فطرته سيئة والعياذ بالله قد اختلطت هو الذي يقع في الجدال ويقع في الشكوك ويخلق الاثاره مع ان الامور الدينيه واضحه وضوح الشمس في عز النهار دليل الفطره ثم بعد ان يقضي ربك عز وجل امرا كان مقضيا تنتقل من عالم الذر الى بطن الام كلنا جميعا مررنا بهذا المنزل منزل بطن الام وهذا المنزل من شك فيه أيضا هناك من سوف يشك في عالم الضر يقول أنا لا, لا أعتقد بذلك وهذا هذه أخبار والأخبار تحتمل الصدق والكذب لكن نقول هي أخبار قرآنية وقد تم الإثبات بالدليل والبرهان المنطقي والعقلي أن القرآن الكريم كله صحيح ولا يتسرب إليه أدنى ذرة من الشك فيما يتعلق بالمنزل الاول بطن الام من شك فيه فليسال امه، اسال امك تخبرك متى جعلك ربك سبحانه وتعالى في رحمها. الله عز وجل يختار كل شيء باختياره. نحن كلنا مسيرون. هل اخترت امك؟ هل اخترت اباك؟ هل اخترت السنه التي سوف تولد فيها؟ هل اخترت الاجواء لما كان الاتصال الزوجي بين امك وابيك؟ وهل اخترت جنسك ان تكون ذكر او انثى؟ هل اخترت لونك وبشرتك ابيض او اسمر؟ هل اخترت شكلك طويل او عريض؟ هل اخترت اسمك الذي تحمله في بطاقتك الوطنيه؟ انك لم تختر اي شيء، هل اخترت البلد الذي تولد فيه؟ هل اخترت الفتره الزمنيه تولد فيها؟ هناك من ولد في المغرب، هناك من ولد في افريقيا هناك من في اسيا والفتره التاريخيه هناك من ولد في القرن الثاني للهجره هناك في القرن الخامس عشر هناك في القرن العشرين هناك في القرن الاول ما قبل الميلاد انت لم تختر اي شيء كل ما في حياتك انما هو تقدير الهي والمؤمن انما يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هذه هذه مركوزه في نفوسنا انها الفطره المؤمن لا يجادل المؤمن هو يسلم الامر لله لان الله تعالى فعال لما يريد لا يسال عما يفعل وهم يسالون ماذا الذي وقع في بطن امهاتنا في بطن امهاتنا اسال امك لما كنت نطفه من مني تمنى ثم علقت بجدار الرحم ثم تلقحت وتطورت وتشكلت وقال الله عز وجل كوني جهاز مناعة كون جهاز عصبي كون جهاز هضمي كون جهاز تناسلي كون جهاز لمفاوي كن كذا وكذا فصور الله السمع وشق البصر ووضع اليدين والرجلين وأعطاك الطعام والشراب وأنت في بطن أمك عناية ورعاية مركزة قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع نطفة في بطن أمه أربعين يوما ثم يصير علقة مثل ذلك ثم يصير مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد رفعت الأقلام وجفت الصحف كل شيء مكتوب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختل فخور المؤمن لا يتعب كثيرا كما يتعب الناس الذين في قلوبهم شك المؤمن دائما يسلم الأمر لرب العالمين هو سبحانه وتعالى يصرف الأشياء وهو يدبرها وهو الذي يعطيك الاراده هو الذي يمنحك المدد هو الذي يعطيك القدره من يدعي ان ذلك من قدرته ومهاراته وخبرته كل ذلك هو مدد من عند الله سبحانه وتعالى نحن قضينا في بطون امهاتنا شهور والله تعالى يعتني بنا كما قال جل علاه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله ربنا عز وجل هو الذي خلق وسوى سبحانه وتعالى العلي القدير وفي بطون أمهاتنا كان يأتينا طعامنا وشرابنا لأننا لم نكن مكلفين ما كان عندنا تكليف لذا الرزق كان يأتينا أمك تأكل ومستخلصات الطعام من فيتامينات وبروتينات كلها تستخلص وتأتي إليك وأنت في رحمها بالداخل في قرار مكين أمك تشرب الساخن والبارد وأنت لا تتضرر وتنام على شقها الأيمن وتتلوى على الشقة الأيسر دون أن تشعر بأي ألم حتى تكتمل إنها العناية الإلهية والرعاية الربانية ولما توشك من الخروج الله يفجر في الأم في تديها عرقين من اللبن في التدي اليمنى هناك عرق فيه شراب وفي اليسرى عرق فيه طعام فالمولود الرضيع مرة الأم تعطيه هذا التدي ومرة تعطي التدي الآخر لكي يأكل ثم يشرب يأكل ويشرب في الصيف يكون باردا وفي الشتاء يكون دافئا ومعقم إنها العناية الإلهية والرعاية الربانية لما ندخل إلى المنزل الثاني بعد بطن الأم نأتي إلى المنزل الثاني هو الذي ذكرناه هو, هو الذي عليه المعتمد هو الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما هذه الدنيا قصيرة الله تعالى قال بأن الدنيا جد قصيرة عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أن أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك مدة قصيرة سيدنا نوح عليه السلام لما جاءهم ملك الموت وأراد أن يقبض روحه واستمهله قال يا نوح ما قولك في قوم يأتون من بعدك لا يعمرون إلا ما بين الستين والسبعين قال من هؤلاء قال أم إنهم قوم محمد أمة محمد فقال هذه مدة قصيرة جداً تكفيني أن أبني بيتي إلى جانب قبري يلا نسلي البيت ونأتتو ونفرشو ونقادو ونخلص الكريديات أن كنت كبرت وهرمت وجاء ملك الموت يستأذن للرحيل سبحان الله العظيم ثم بعد المنزل هذا المنزل ديال الدنيا اللي هو لعب إشارة الطفولة وزينة إشارة إلى المراهقة آه. لعب ولهو وزينة إلى الثلاثينات و إلى الأربعينات في قوة والتفاخر في الخمسينات ثم يهيج تنتهي الحياة إلى أين نسير؟ بعضهم يقول لما نموت ندخل إلى العدم من قال هذا؟ أي عدم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عابثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لقى العدم هما ما يسمى بالدهريون القدماء سماهم القرآن الدهريون قالوا وما يبني الدهر والمعاصرين كتسموا الوجوديون التيار الوجودي الذي لا يؤمن إلا بما هو موجود ولا يعتقد بالبعث والنشور أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا الحياة بها التعقيد كلها يعني غير نعيش ثم ندخل إلى إلى عالم عالم الظلام والسبات العميق ونرتاح من الضجيج لا بعد أن تدخل تموت مباشرة تدخل إلى المنزل الثالث وهو منزل البرزخ القبر القبر يقضي فيه العبد يوم واحد يوم وليلة وكأنه رجع إلى بطن أمه لما يدخل العبد إلى القبر ويدفن والعائلة والأحباب والأولاد هم يسرعوا به والميت ينادي ويحكم إلى أين أنتم ذاهبون بي أطابت أنفسكم أن تحتوا على وجه التراب كان الرجل شريف وله مقام رفيع محترم لكن الآن جرنوا جثة هامدة ووضعوا في التراب ورموا عليه التراب ورجعوا وتركوه ويصيح ويلكم ويشعر الانسان كانه رجع الى بطن امه ذاك الازدحام اللي كان فيه من قبل وهنا يكون اول مراحل الحساب الحساب هنا يكون على ثلاث اسئله وجوديه السؤال الاول من ربك السؤال الثاني ما دينك السؤال الثالث ما قولك في الذي بعث فيكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربي وربك الله السؤال الثاني ما دينك ديني الإسلام ما قولك في الذي بعت فيكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم وإن بما أتى به متبعون مستمسكون فيقال له نم نومة العروس في خدرها هذا المؤمن الله تعالى كيف سحل اللسان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما يتلعتم ولو كن أمي مقاريش غيتكلم بفصاحة وبلاغة بينة اما الذي كان في شك او كان في في تمرد واستياء ورفض للدين لما يسال من ربك آه, آه لا ادري سمعت الناس يقول لك فقلت مثله ما دينك لا ادري ما نبيك لا ادري ودائما يستنكر هذا الله يسترنا ويستركم يعني يضم عليه القبر ويبدا سلسله العذاب يوم واحد اليوم الموالي يخرج من القبر ويدخل إلى عالم البرزخ ما هو عالم البرزخ؟ هو عالم بين الدنيا والآخرة قاعة انتظار كبيرة نصورها مثلا بحال شي إنسان مشى عند شي مسؤول قبل أن تدخل عنه يقول لك اجلس قليلا في قاعة الانتظار إلا كنت مشيت عند شي مسؤول كبير المقام وكنت انت مرغوبا فيك اراك يوضعك في واحد القاعة انتظار مكيفة وكيجيبوا لك شاي وعصير ومرطبات وكيرحبوا بك اما اذا كان الانسان غير مرغوب فيه فكيبقى وقف الشمس كيبقى وقف تما كيبقى دائما ينظر اليه نظره السياء هكذا المؤمن وغير المؤمن فالبرزخ هو مقام كبير تجتمع فيه الارواح الان موجودين حينما يموت الانسان يجتمعون على عتبه الباب ويقولون غدا سيقدم علينا وافد جديد فلما تأتي تلك الروح يستقبلونها ويقول قائل اتركوه حتى يستريح إنه قادم من عالم كثير المتاعب اتركوا حتى يستريح هذا عالم البرزخ نمكت فيه ما شاء الله أن نمكت نحن في الدنيا نمكت ستين سبعين سنة لا شيء لكن في البرزخ لماتوا منذ عهد آدم عليه السلام لا زالوا في البرزخ وضيبقوا إلى قيام الساعة كم عدد السنين آلاف سنين لكن الله تعالى يطوي الزمان والمكان يسمى علم الطي يطوي المكان والزمان فالانسان لا يشعر بالزمن الطويل ملايين السنوات في الانتظار لا ابدا ربنا يطوي له الزمان فيشعر بانه كانه ليل ونهار ثم ياتي الى الى المنزل الرابع وهذا المنزل هو عند البعث والنشور انكم لتموتون كما تنامون وانكم لتبعثون كما تستيقظون. في هذا البعث والنشور يقع الانسان يجد نفسه قد فتح عينيه في عالم اخر. عالم اخر ينتظرنا. والارض المحشر هي ارض طاهره غير الكوكب الارضي، الكوكب الارضي وما حوله من نجوم وكواكب هذه في في علم الزوال اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وإذا الحشار عطلت وإذا الوحوش عشرت يعني هناك علميا هناك إثبات بأن الكون سوف يقع في انفجار ودمار وخراب لكن أين نبعث هذا كون حتى هو مؤقت نبعث في أرض أخرى لم يعصى عليها الله قط ليس هي الكوكب الأرضي أبدا ثم يقف الناس بين يدي الواحد الديان فيسألنا السؤال الأول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا هو النجاة اللي عنده الإشهاد نحن نقول دوما أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا رسول الله تطمع في قلوبنا هنا سوف نستعد لولوج المنزل الأخير والأبدي هذا المنزل ليس له نهاية عنده بداية وليست له نهاية وهو في الدار الآخرة أن الله تعالى يأذن فيدخل أهل الإيمان واليقين والتوحيد إلى جنة عرضها السماوات والأرض أما أهل الكفر وأهل الإلحاد والعياذ بالله فربك عز وجل يقضي أن يكون في النار إلى إلى ميقات يوم معلوم هو سبحانه وتعالى قد يغفر قد يتوب قد يعفو هو جل علاه على كل شيء قدير لكن أهل الجنة يدخلون إلى الجنة وقبل ان يدخل اليها هناك نهر على عتبه باب الجنه قبل ان تدخل يغمس الانسان يغمس كانه يغتص في ذلك النهر ويؤخذ فيقال له هل سبق لك ان شعرت بالم او مرض او هم او حزن في الدنيا قبل هذا اليوم؟ يقول لا لم اشعر بشيء من ذلك. ربنا يغسل كل شيء لان لا يمكن لا يعقل ان تدخل الى عتبه الجنه وانت تحمل معك حقيبه احزانك كل واحد منا عنده حقيبه احزان هناك من عنده حقيبه صغيره متوسطه كبيره ضخمه نحملها معنا لما نسافر نحمل معنا حقيبه احزاننا في انفسنا لما نذهب الى الى الى, إلى شعرات جميله وفرحانين الناس فرحانين وحنا مره مره تفكروا الهم اللي عندنا اما امراض اما مصائب اما ويلات اما فقر اما واما كروب لكن قبل ان تدخل الجنه يغسل تغسل النفس البشريه من كل ذلك تدخل اطهار وانا ذاك الله عز وجل يوزع النعيم على العباد وكل مؤمن يتجه مباشره الى قصره كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا يعرفون منازلهم اكثر مما يعرفه اهل الدنيا كتشوف مثلا شي قطار كيوقف او شي حافله الناس كينزلوا مباشره كل وقت يتوجه الحي ديالو وكيمشي للمنزل ديالو قصد مباشره هكذا في يوم القيامه كل واحد غادي يقصد القصر ديالو في الجنه وانا ذاك سوف يلتقي اول من يلتقي مع العائله والاحباب الاموات صاروا احياء اطلق مع الوالدين والاجداد وكل من مات لك من العائله والاحباب كلهم سوف تلتقي بهم وربنا يجمع الشمل الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم من عملهم من شيء هكذا قال المولى عز وجل يبشرنا بجمع الشمل بسم الله الرحمن الرحيم قال الحقنا بهم ذريتهم الالحاق وما التناهم من شيء ذيك الساعه النعيم الخالد هذا النعيم الخالد سوف نتحدث عنه ان شاء الله في حلقات مقبله وخلاصته ما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يكون هناك الخلود الأبدي ينادي رب عز وجل عن ملك الموت ويقول يا ملك الموت مت فيموت ملك الموت وينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت أبدا ويا أهل النار خلود لا موت أبدا الخلود الأبدي هذه الرحلة الخلود الأبدي وهذا الخلود طبعا هو ليس كما يتبادر إلى ذهنك قد تشعر بالروتين كل يوم لا يشبه الذي يليه كل يوم ياتي افضل من الذي قبله وهناك التجليات الربانيه العظيمه لمثل هذا فليعمل العاملون كنقول الاحباب الكرام اللي عنده شي هم واللي عنده شي حزن واللي عنده شي مرض واللي عنده شي كرب راه الدنيا سوف ينتهي قريبا لكن نعمل للدار الاخره التي فيها النعيم المقيم والله تعالى سوف يرزقنا المدد هنا وهناك اسال الله العلي العظيم ان يحبب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين ويختم لنا بالحسنى بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك دوماً يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من وجدة معنا لالّا حياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله عليكم دكتور على هذا الموضوع تاع اليوم واللي أثر هو الحجرة رمضان من مدينة وجدة. أي نعم البارح بالأمس قال لي من آه تكلم لنا على الخلود ديال الحياة إن شاء الله أي موضوع نتكلموا عليه السادة المستمعين يقترحوا الموضوع اللي بغاو وأنا في اليوم الموالي نتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله تعالى في الدين والدنيا يا رب. والله شافيه حتى واحد حتى هو كيكون كي معنا في اذاعته كنهضروا في اذاعته معروف عندنا في وجدة أنا الدكتور. ايه انت وياه لاله حيات الحمد لله معروفين بزاف آه هو بصوته الرخيم هو تبارك الله عنده صوت صوت تاريخي بحال ديال الحسن الجندي رحمه الله وانت تبارك الله معروف لاله حيات بالابتسامات ديالك والكلام الحلو ديالك. ومعروف قلت, قلت لي ذاك النهار قلت لي سبحان الله بغيتي تولي ربيعه العدويه. <ؤس> يا يا لا لا بغيت نضحكك كل شيء زادوا فيه غادي تبغي نولي خامسه العدويه <applause> لا اله الا الله فعلا زادوا حتى للخامسه سميت رابعه العدويه لانك ترابع اخواتها اربعه البنيات من نزلت كانت هي الرابعه سماها ابوها رابعه <تصفيق> <تصفيق> العدويه نعم دابا الزياده في الاسعار كل شيء زادوا فيه اذا نسموك الخميس زادوا حتى حنا الموظفين زادوا كل شيء ماشي اول اول ماي كل شي فاتح ماي نعم اد فاتح ماي الحمد لله هاد فاتح ماي داز داز هادئ وسليم لان لان كل شيء الحمد لله تم التسويه الوضعيه ديال تقريبا كل القطاعات الحمد لله ولو ماشي متكافئه متساويه ولكن الحمد لله يعني خطوه الى الامام ممتازه كما احنا نقولوا بالوجد والله ما تدخن ولا طافيه اي الحمد لله كاين اللي عطاو 3000 درهم كاين اللي 2000 درهم وكاين اللي 1000 درهم آه. كاين تفاوت ولكن الحمد لله احسن من الله حمد لله أيه. ما كاينش الحمد لله قلت لك اللهم تخن ولا طافي المهم مشارك زادوا لنا الحمد لله بارك الله عليك دكتور جابت نقول لك حيت انا كنت انا ما كنشوفش وكل شيء شو راك عارفه اي ما شاء الله الله يعطيك النور سيدي أيه. محمد كنت 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 كاع مكفوفه مكفوفه غير بالاشعه ماشي كنت انا مفلوك كنشوف لا اله الا الله ولكن بالاشياء انه قريب من كان عندي سرطان في الدماغ وهذا وليت أولي اربع سنين وليت نشوف وليت لك خديت واحد الادويه وليت غير ندباب وغير هذا ماشي زعما شوف ما, ما نقدرش نكتب ولا نقرا ولا شي. كنت كنسمع تفسير القران لا اله الا الله هذيك سمعت سوره الطارق سوره الطارق نعم في الجهير في الآية تعصر. نحن مخلوقين من الصلب والترائب أي السماء والطريق وحاطة الصلاة لطفه نعم. علاقة مضغة مخلقة نعم. وغير هذه بغيت تبنسولك واحد السؤال وهو من هذه جزء الاسئله بعدها واحد السؤال تاع من هذاك الملكين يجوا يجو باش يتفقوا مع هذاك الجانين نعم باش غادي يخرج شاقي ولا سعيد هذا مين واش صحيح انه كيقول لهم لا ما قبلش هذا الشيء حتى يقولوا مسكين هذاك هذيك السيده ما بقاش عندها ما حامله مشالها الحمل نعم. واش هذه هي كاينه هادي عاوتاني بغيت نسولك على صوره العنكبوت نعم هذيك اللي آه آه ان او البيوت لبيت العنكبوت فيما معنا وعاوتاني كاين الدار الاخضر الحيوان هذيك ما معنا في هذه صوره العنكبوت هذو ما فهمتهمش واخا هذا باذن الله الله يجازيك بخير هذا الشيء راني ما عندي وماذا بيا حتى انا قلت لك نساعد الناس انا كنت عضو في اتحاد النساء الوطني المغربي بارك الله وفي الـ 2011 هذيك انا عطوني كاتبه الدوله قدات واحدة صحرا ويا ديك بلاصتي في 2011 مع ديك إيه؟ بارك الله ولكن ما نقولكش شكون وكلشي هذاك انا كنت انا ولكن ما كنت باغي السياسة ما, قبلتها ما قبلتهاش اذا هذه ما قبلتهاش ما كنتش كيما كي نقولوا بالدارجة كاين ولا لا؟ إيه لا لا إيه الله يحفظك يعني انا السياسة السياسة نبغيها باش نعرف ما معنى القانون كنت ما معنى انا تقنية هندسة مدنية الاطار في الداخلية مش... انت في الداخلية ومحلفة ماشي شي وحدة اللي غير هكا تبارك الله نعم حلفنا في حلفنا في قنيطرة مع السي البصري واش راه ميت لا الله اعلم رحمه الله رحمه الله رحمه الله 90 رحمه الله تقريبا 98 رحمه الله تعالى انا في 89 حلفنا قدام فقريت احنا واخا واخا تقنية هندسه مدنيه لا اله الا الله ثم الفوج اللي كان الحمد لله آه اول فوج انا اول فوج آه الفوج اللي كان تبنى الاداره الترابيه على كتفيه وسواعده ####وحنا أنا اللولى كنت هادي تكون شحال من عام نخدم ودابا راني قاعده في الدار خدامه باقي طيب خدامه ولكن يقولك غي قعدي في الدار أش داري معايا زعما عاد الأجر كيفا يكون أنا كنت <تسكت> عضوة, عضوة عضوة فعاله دايما كنشفطها كندخل انت عندك العذر دابا عندك العذر اللي عندك فاقدة للبصر واعطيتي السنوات ديال الشباب عطيتي الكثير... كنت كنخدم غير 12 ما الأولى وما كانوش يعطوني هذاك يدوروا معايا كنقولوا احنا في آه. ولا لا والو نخدم جيبي وكنت مستا وهذاك مستشار في الاتحاد الجزائري الوطني المغربي وكل شيء مزيان تبارك مرض ربي عطاني هذا الشيء معناها الابتلاء معناها مغفرة الدون ذاك دكتور أي الابتلاء ما كيعطيش الله لأي كان إذا أحب الله عبدا ابتلاه ابتلاه فإذا صبر اجتباه انا دابا ديك الالف 13 عام الاطباء عطوني 50 للموت انا عاد انا قاعده نهضر معاك ما معنى هذا معناها بلي قبلت هذا الشيء ملي كنت ياك ملي كنت علاقه هي هادشي كله اللي عندك في حياتك مكتوب ملي كنتي في بطن امك كل شيء مكتوب بحال لابيس ما <applause> خاطر خاطر كاعد انا قبل كنت نحفظ القران وكنت ما لقيتش مسلمين ما بقيتش نشوف ما لقيتش مسلمين مع هذاك حيت كان عندي كيما نقولوا الباكاج الحمد لله كنت كنحفظ إيه. القران وكنت كنقرا القواعد وكل وكلشي ملي كنسمع لل... القسم ل... هذوك اللي كي يقرأ القران كنت كنمشي معاهم زعما عارفه ما معنى ولا داك البرنامج اللي كديروا في ميد غادي في الصباح نهار الحد مع ذاك المق... داك السبت الحد هي مسابقه قرانيه ده. نعم هي إيه غير ما نقدرش نحفظ مازال طيب ما, ما انا نجود شويه القران وصافي ما قرأني عيطت لهم قرأني صافي مازال ما حلقي مازال ما تسكتش لا لا حياتي بغيت نسولك واحد السؤال نعم دابا عندك واحد وضعية صحية صعيبة عندي من السرطان مش هذيك البصار وعن ولكن رغم الظروف الصعبة انت الحمد لله كان ديما كنسمعوك متفائلة وديما ضحوكة وديما مقبلة على الحياة شنو السر اللي عندك خلاك هكذا؟ أنا السر أنهم فاش قالوا لي عندك السرطان درتو بحال بحال لاكريب بحال بحال مرض ماشي غير سرطان صار واش من سبحان الله ما خديتش وما عندي ما وما ولدتش علاش ما عنديش كاع بطانه الرحم خلوق عاوتاني كتبت كادي لا اله الا الله لا اله الا الله متزوجه وما كايناش حتى عشان ندير دل... هذا حتى مشيت عند الدكتور في تما في الرباط الدكتور عثمان اللي يذكره بخير عمو هذاك الوزر زمان وكان بدا تاع الحيز ديالنا نعم هذيك هي قال لك سيدي ما عنديش كاع بطانه عندك البطانه المهجوره ايوا هذا بقى نعاد نتعاند يعني مع سيدي ربي أيوه. ولا نقوص مع هذا ولا اي أيوه. كل شيء كنقول دائما الحمد لله والشكر لله لا اله الا الله ونعم الوكيل. انا حاضر آية نتاع اللي جاية في الحزب الثالث سورة البقرة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع نعم. ونقصي من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم أعمى وأولئك هم هتادون. نعم. كنا ولا لا دكتور فينا ب... الله العظيم اي كاينه لا ايوا كحد الايام بقا ندخل في الله ولا غيتعب الانسان كنقول الاخوات كاع ما تخافوش ولا تقولوا مكفوفين ولا ولا لو كنت بعيني كون راني نعاونهم كون شفت هذاك راني دخلت مع هذاك الشاب لو فأنا كان حتى وصاف انا كنت حتى اللي كان مريض ولا كنت كنمشي معاه ونعاونه وكل شيء كان كاع مشكل ما عنديش بابا العيالين داروها لا اله الا الله الله يا ربي يعوض تكتب ودابا دكتور بحال مثلا عندي الكريبيات في في البنك وكش الصدقات اللي درت صدقه ولا تفوت لا ما تفوتش خاصني حتى نخلص الدين عاد تفوت الصدقه واخا نجاوبك ان شاء الله بيدي جزاك الله خير بالسلامه تصبحنا على خير شكرا شكرا لك على الحياه مستمعين يصبحون يعني على خير بارك الله فيك تحيه اليك يا حياه وحنا كنحيو فيك هذا الروح المرحه وانك متفائله رغم انك الحمد لله حصلت على شهاده عليا وتوظفتي وظيفه ساميه ومن بعد المرض يعني هجم عليك ها سرطان فقدان البصر عدم القدره على الانجاب ومع كل ذلك انك نحييك انك دائما مبتسمه دائما مقبله على الحياه وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان قلبك مليء بالايمان القلب المطمئن بالايمان لا يستطيع البلاء ان يؤثر فيه ابدا ابدا بل هذا البلاء يصير كحافز ومحرك إلى الأمام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه يعني البلاء لا, لا يصيب كل الناس لكن الناس لا يؤمنون بالحق ولا يؤمنون بالبعث والنشور أمبرعين في الدنيا واكلين وشاربين ودابا جالسين في منتجعات سياحيه وعندهم الاموال وعندهم السلطات وعندهم الكلمه المسموعه واحد اخر مؤمن كتلقاه كيصلي الصلوات الخمس كيقرا القران وكتلقى البلاء تابعه واحد ورا واحد كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا ابتلاه فاذا صبر اجتباه ملي كيصبر ويحتسب يقع له الاجتباء يعود من اهل الله وخاصته ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه دن حتى يلقى الله وما عليه دن يبقى البلاء كل مره ها مصيبه ها وحده اخرى ها مشى الفلوس ها هو عنده كريدي ها هو صابو مرض ها ولدو مرض ها بنته وقع كذا ها مراته مقاسمة مشاكل ولا يزال البلاء ينزل بالعبد وهو صابر حتى يلقى الله وما عليه ذنب يوم القيامه ما كيتحاسبوش معاه يقول الملائكه ادخلوا الجنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب كيعترضوا بعض الحاضرين يا رب علاش هذا غيدخل الجنه بلا حساب يقول الله تعالى لقد لقي حسابه في الدنيا في الدنيا ربي عز وجل كان يطهره كلما وقع في خطية أو إساءة كان ربي يبتليه في فيتنقى ويتطهر أما ذاك الآخر اللي كان لا يعترف بالله أو كان يسيء للدين وكتلقى بره في الدنيا يقول لي يا ربي أريد جزائي في الآخرة يقول لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها يعني قال الخير اللي كتستحقوه درت اختراعات وخدمت البشريه ليس لوجه الله درتوها لانكم كتامنوا بالفطره بان لا بد ان نصنع الخير ولكن ليس لوجه الله درتوها للحصول على شهاده علميه او على جائزه تقديريه او فخريه فقد اهديتم ذلك في الدنيا واذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في الاخره ما لكم من نصيب الا ان يشاء الله تعالى فشكرا لك الى اللحيات وجوابا على الاسئله اللي السؤال الاول اللي بان الملكين ملي كيبغيو يقدروا الشيء على الجنين في بطن امه تحاور معهم واش الجنين كيتحاور كي مع الملكين الذي ورد في الحديث النبوي الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم بوري في جامعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليجمع في بطن امه نطفه اربعين يوما ثم يصير علقة مثل ذلك ثم يصير مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكان فيسألان يا رب أذكر أذكرا أم أنت فيقول الله تعالى ذكر أو يقول أنت يقول يا ربنا أشقي أم سعيد يقول الله تعالى إما شقي وإما سعيد ثم يقول يا ربنا ما أجله فيكتب له الأجل سيف يموت يوم كذا ساعة كذا دقيقة كذا والثانية كذا وكذا يعني الأجل محدد ما عمرش واحد ما غادي يقدر يسبق هذا الأجل أو ينقص منه ما أجله أجله كذا وكذا يا ربنا ما رزقه رزقه كذا وكذا الرزق ديالك راه محدد سواء خدمتي ولا ما خدمتيش تعاملتي بالإحسان أو تعاملتي بالسرقة والنصب والإحتيال جميع الحالات رزقك محدد وانت غير انت ربي ينظر وناظر كيف تصنعون هذا الحديث كيبين كي بان الحوار يكون بين الملائكه ورب العالمين اما الجنين هو لا يتحاور الاحاديث التي وردت بان الجنين يعترض كيقول كي يوم الله لا لا هذا كلام كله كلام غير صحيح في السنه معلوم ان السنه النبويه الشريفه دخلها التبديل والتغيير ليست كالقران العظيم القران الكريم ربنا عز وجل قال فيه انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون القرآن الكريم ربي تكفل به لكن السنة النبوية الشريفة أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قد يوقع فيها الزيادات والمغالطات وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فالناس كانوا يكذبون في السنة وإن شاء الله شي حلقة مقبلة نتكلم على هذه المصادر الدينية خصوصا الكذب في السنة وكيف انبرى له علماء الحديث ووضع علوم تقنية لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من الأحاديث الصحيحة فالجنين هو لا, لا سبيل له للاعتراض احنا لما كنا أجنة ما عندنا إرادة فالإنسان هو هو مصير في جل جل أعماله حياتك أنت كل كل مصير ولكنك مخير فقط في واحد دائرة ضيقة هذيك الدائره الضيقه كيسموها علماء النفس بالاراده عندك الاراده ديال التغيير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وسمها النبي صلى الله عليه وسلم كتسمى النيه النيه يعني نيتك شنو النيه اللي عندك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذه الدائره ديال النيه او ديال الاراده او ديال التغيير راه ضيقه انت كيكون عندك غير الاراده والا فالكل من عند الله قل كل من عند الله كل ما يقع في الوجود فهو بتدبير رب الوجود اعطيك مثال قد يسمع هذا الكلام بعض الناس ويعترضون ويقولوا هذا فيها جبريه و... والغاء لاراده الانسان ساقول لك يا فلان انت الان جالس قم من مقامك قم من مقامك ستقوم ساسالك سؤال ثاني كم من عضله انبسطت وكم من عضلة تمددت حين قيامك ما تعرفش انت لما سمعت الطلب بالقيام ونفذته قمت اش في الميكانيزم ديال الجسم البشري وقعت اشياء غريبة جدا العلماء كيوقفوا عندها مذهلين لما انا أنقل هذه الكلمة هي عبارة عن اصوات ستلتقطها اذنيك وتترجمها الى امر ويستقبلها الدماغ والدماغ سوف يأمر جميع الاعضاء ويامر الدوره الدمويه والجهاز التنفسي وتقوم الاعضاء بحركه النهوض والعضلات تنبسط وتتمدد والاعصاب واحد واحد معقده لكنها تمت في اقل من جزء من ثانيه السرعه المذهله فمن فعل كل هذا فعله الله جل وعلا اما انت فقد كانت فقط غير الاراده غير الاراده والنيه وهي ضيقه فنحن في الاصل مجبرون لسنا مخيرين الا في واحد الدائرة ضيقة جدا التي بها الله تعالى يبتلي العباد يعني باش يعرف المؤمن الصادق من الذي وغير مؤمن وإلا فربنا يسمى المدبر يدبر الأمر كل قل كل من عند الله أما الكلام على أن الجنين يعترض في بطن الأم والملك يقول لي غدير كذا يقول لي لا هذا غير ثابت في السنة النبوية إنما مجرد أحاديث قالها بعض ربما الصلحاء أرادوا ولكن الأصل آه ما ثبت في السنة من الأحاديث النبوية الشريفة عن الجنين في بطن أمه أنه كان خاضعا وأنه كان مستسلما وهكذا الإنسان الجنين ما عنده طاقة كما أنه لما يكبر وغادي يوصل لوقت الموت ياما حضرت في حالة الناس ديال الموت يحتضر حتى بعضهم غسلتهم كثيرا وكنت كنلاحظ ديك الحالة ديال الموت أش كيوقع فيها الإنسان وكتقول متى سأكون أنا في في هذا كيف الإنسان لما يوشك أن يودع ويلفظ أنفسه الأخيرة لا إرادة له ولو ما عنده إرادة يبقى كتلقى مسكين هكذا كيشوف وكيسمع ويخضع لأمر الله تعالى وكتقول أمام هذا المقام اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا نحن أقوياء بماذا؟ نحن أقوياء بالله نحن أعزاء بماذا؟ نحن أعزاء بالله فدائما إلى عندك شي, شي نعمة فهي أنت اكتسبتها بالله. الحياة لن أطيل السؤال الثاني لما ذكرت سورة العنكبوت وقال فيها المولى عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هنا يتحدث الله تعالى عن أدلة المشركين. المشركون والملحدون الذين يجادلون بالباطل. ويقولون بانهم يستندون الى الادله والبراهين المنطقيه والعقليه. ربنا يقول ان كل هذه الادله هي واهيه وضعيفه وشبهها ببيت العنكبوت. لاحظ بان البيت عاده يبنى بالحديد والاسمنت والاجور ولكن بيت العنكبوت بماذا يبنى؟ يعني بواحد النسيج اللي هو مرهف جدا غير غير تنفخ بالبرد يتمزق. فقال لهم بأن أدلتكم وبراهينكم أيها الملحدون وأيها المشركون وأيها المعاندون كلها ضعيفة وهي أوهن يعني أضعف من بيت العنكبوت لا تساوي أي شيء أيضا السؤال الثالث عن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان بمعنى أن المقصود الحياة الحقيقية حتى الحيوان سمي حيوان لأنه فيه الحياة بعكس النبات او الجماد فالحياه الحقيقيه ماشي الدنيا الدنيا قصيره والدنيا زائله والدنيا مليئه بالمتاعب ولكن الحياه الحقيقيه السعيده أن المنعمه المرفعه الخاليه من اي كدر هي الدار الاخره وان الدار الاخره لا هي الحيوان هي الحياه الحقيقيه التي ينبغي للانسان ان يعمل من اجلها اما السؤال الفقهي اللي طرحتي هو ان عندك ديك عندك عندك واحد المجموعه ديال الديون هل تتصدقين ام لا طبعا اللي عنده ديون عليه ان يسرع ب... باعطاء الحقوق لاصحابها لا بد ان تسرع من اجل ان تتخلص من هذا الدين باش تبقى لان الموت قد تاتي الانسان في اي بغته ان تاتيكم الا بغته ولك الانسان مدين وهو هو ميت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال لما يأتونه برجل ميت أو امرأة ميتة باش يصلي عليها يقول هل على أخيكم هذا دين إلى قالوا لا كان يصلي عليه أما إلى قالوا نعم لقد ماتوا عليه دين لك صلوا على صاحبكم كي تركوا يمشي لماذا يفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر باش يحفزنا على أننا نسرع في أداء الديون اللي عنده شي دين خصو يتخلص منه في أقرب وقت ممكن فالإنسان يؤدي لكن في الحالة دي بعض الموظفين عندهم واحد الدين طويل المدى وكيوقع الاقتطاع كل شهر مثلا عنده 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 مثلا 7000 درهم في الشهر ديالو والبنكه عليه واحد 1500 درهم مثلا كل شهر غادي سيستم غادي بواحد الانتظام هذا لا حرج انه يتصدق لان عارف عارف شحال باقي ليه وشحال عنده وذاك الديون هي ديون من طبيعه اخرى هذا لا باس به ان الانسان يتصدق الصدقه الانسان يعطيها بلا حساب. اللي بغى يعطي الصدقه ما يسولش واش جائز او غير جائز وشحال قدرها، الصدقه ما تسولش. اعطي اللي اعطيتي راه مزيان سبقتي للاخره ديالك. وكل صدقه كتعطيها كتكون هي جالبه للخير، جالبه للبركه، دافعه للنقم، دافعه للامراض، دافعه للمصائب. فكلما اسرعنا باعطاء الديون لاصحابها وكلما اكثرنا من الصدقات سنكون ان شاء الله تعالى في الطريق الصحيح. للا حياة اسال الله تعالى ان يحفظك ويرعاك ويبشرك ان شاء الله في الدار الاخره بدري طيبه. راه اللي ما اعطاه الله لد في الدنيا في الاخره كيقول الله تعالى اطلب ما شئت ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون يقول يا ربي انا لم اجرب الحياه الزوجيه، انا مت عازبا يقول لي اول ليله يقام زفاف اهل الجنه فيتزوج زواجا رفيع المقام ويكون في ضيافه الرحمن. ثم يجي اخر يقول يا رب نتزوج لكنني لم ارزق باولاد فكيقول الله تعالى نعطيك من الاولاد ما تشاء فيعطى ذريه ولدان مخلدون من اهل الجنه هم اولادك فلدتك بيدك وتعيش معهم الحياه طيبه اللي فاتك في الدنيا ربنا عز وجل يعوضها لك في الاخره شرط ان تكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه نواصل ايها الاحبه الكرام واللحظه نتحول الى الدار البيضاء معنا السي هشام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته أنا نعم الطيب كريم ما لاباس انا مولاي بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك سيد الفاضل ان الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وان امورك عم الطيب اللهم امين وتحيه المولى سامي صراحه رجل مصدر ما شاء الله ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يرعاه بارك الله فيك وسي مولاي احمد الشرعي نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي جهده وعمله واحواله امين يا رب آه الحمد لله والشكر لله انه بفضل الله جل وعلا فتح لنا هذا المنبر الكريم والتعامل الطيب خير دعوه رحم الله والده اللهم امين يا رب الله سبحانه وتعالى ان يجعلهما صروحا وريحان وجنه نعيم يا رب يا كريم الله سبحانه وتعالى ان يسكنهما بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. امين يا رب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلهما في مقام صدق عند ملك مقتدر. اللهم امين يا رب, رب. العالمين ان يجعلهم في اعلى عليين ان شاء الله. يا كريم يا رب. عمي الطيب نسال الله سبحانه وتعالى ان يرعاك وان يشافي لك الولد. اللهم امين مولاي. دعاوينا معه. شكرا لك شكرا سي هشام حفظك الله ورعاك. آه الله يكبر بك عمي الطيب كان الصالحون دائما يقولون قل يا صاحب الهم إن الهم منفرج ابشر بخير فإن الفارج الله أكيد. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن لا تيأسن فإن الصانع الله سبحانه. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن لا تجزعن فإن الكافي الله سبحانه. الله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله لا اله الا الله بشرط ان تكون نيتك موصوله بالباري جل وعلا سبحانه واذا نظرت الى السماء مناجيا ورأوا ورجوت ربك ان يحقق مأملك فرأيت ما لم ترتجيه من الدعاء وظننت ان الحزن اطفأ مشهدك فلا تجزعن من الحياه وضيقها حاشاه رحمن السماء ان يخذلك سبحانه. ولو اطلعت على الغيوب ولطفها لعلمت ان الخير فيما اختار لك. سبحان طيب الله. اوجه رساله الان الى كل متالم الى كل مصاب الى كل مسجون الى كل مريض على فراش المرض الان الى كل ام مكسوره الى كل اب مكلوم الى الى كل حزين الى المسلمين في اقطاب الارض اصبروا على البلاء. تحملوا الله. اقدار الله لا قولوا الله. اللهم لك الحمد لك الحمد في السراء لك الحمد في الضراء المؤمن اذا اصابه خير سكر وان اصابه بلاء صبر ولا يكون ذلك الا للمؤمن سبحان آه الله. اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون الدنيا الدنيا كلها مصائب الدنيا على هذا خلقت الدنيا ليست دار استقرار ولا هناء الدنيا دار ممر ما سمي الدنيا إلا لنموها ما سمي الدنيا إلا لأنها دنيئة ولذلك الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلم لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأولياء ثم الأمثل فالأمثل فلذلك معاشر الكرام افرحوا بما أتاكم الله افرحوا بالبلاء افرحوا بالمصيبة افرحوا بالمرض ترى فيها من التخفيف من التخفيف لذنوبنا والتجاوز عن سيئاتنا ما لا يدرك بأعمالنا نحن أصلا ما عندنا من الأعمال الصالحة ما يؤهلنا إلى أن لا مراتب الأولى يوم القيامة نحن ضعفاء يا إخوان ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل كل هذه المصائب ترتقي بمنازلنا عند الله جل وعلا يوم ان نلقاه. لا اله الا الله. افرحوا بالبلاء واحسنوا ضيافه البلاء. لا إله. احسنوا ضيافه البلاء لان البلاء عابر سبيل وان الله رب الكريم حتى الشوكه التي تشاكها الا كفر الله لك بها من خطاياك. يقول ابن الجوزي رحمه الله البلايا ضيوف فاحسن قراها حتى ترحل الى دار الجزاء مادحه لا قادحه فلولا البلايا لورثنا القيامه كمثاليس ولو فتحت لك استار الغيب لاحببت حزنك ولو رايت كيف يغرق للصابر غرقا من التواب لن قلبك ولا بكل وغزة وألم فالحمد لله دائما وأبدا على نعمة البلاء الحمد لله فهنا رسالة عم الطيب إلى إلى كل من قطعت أطرافه أو سن نصفه أو عجز عن الحركة أو بترت أعضاؤه أو أصيب في أهله أو أصيب في ماله أو أصيب في عرضه أو ضاقت به الدنيا أو أقبلت الأمراض على جسده أو هب سرطان في بدنه فأقول لكم معاشر الكرام أنتم عند الله يا سادة إذا عظم عليك البلاء فأنت عند الله عظيم إذا رأيت السماء تمطر عليك الابتلاء فأنت عند الله عزيز إذا رأيت بلاء تلو بلاء تلو ابتلاءات كادت أن تخرج حتى يدخل آخر فاعلم حينها ان الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سبحانه يرى في نفسك عظمه ولذلك الحمد لله الابتلاء عظمه وليست مهانه وهناك نماذج عمل الطيب نعم. فهنا هذه لدعوه و... وليس أمر لكل من يسمعون الآن في المغرب أو في إفريقيا أو في أوروبا أو في آسيا أو في أمريكا فأقول لكم معاشر الكرام توجهوا إلى قناة شجرة هلال المكفوفين عبر اليوتيوب قناة شجرة هلال المكفوفين لأن هنالك نماذج تبارك الرحمن واحد أخت عمي الطيب أخت نعيمة بين الأيام قد أكرمنا الله بصحبتها عمي الطيب فقدت بصرها وابتليت الآن في سمعها وابتليت الآن في سمعها وهي تعلم حق المعرفة أنه كلما كثر البلاء عظم الجزاء فالابتسامة لا تفرق محياها وتعلم أن هنالك ربا اسمه الرحمن الرحيم برعايته سيراها سبحان الله الرئيس تعنا اخ جواد نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله دائما امامنا قد فقد بصره والان يتلاشى سمعه لا حول ولا قوه فلا من معين ولا ملتزع ومتاكد سوف يجعل ربي لها مخرجا يا رب ومعنا واحد الاخت عمل الطيب مرحامنا سيعمل طيب مكفوفه ومقعده و... وما في العربيه والحاله حصل الله عم الطيب فلم يصيبها الاحباط والقلق وتعلم ان الله سبحانه وتعالى قد تكسل بما خلق سبحانه فلا تباهي للمستقبل أبدا والأخ عبد إلى الطيب كما تعلم كانت له زوجة ماتت حامل فركت له أبناء آه ابن صغير وابن من ذوي الاحتياجات الخاصة رغم ذلك بقي قلبه مبشور فسير الله له سحر. الفرحة والسرور أخ فؤاد من أسعم الطيب توا رب الأسرة ويعاني هنا وهناك ويكافح مع الوقت ورغم ذلك يعلم ان لطف الله في الافاق اكبر فهو الذي قضى وقدر. سبحان الله. واحد ثلاثة الاخوات مكفوفات عن الطيب في اسرة واحدة وتيعيشوا في واحد التضاريس صعبة مع دوك ما كانت لهم ام تهينهم وتيسر امورهم وتصلح شؤونهم وتدبر شؤونهم وتحسن اليهم وتخفف الامهم وتحمل همومهم فجأة هذه الام من الطيب الحنون قد قدر الله سبحانه وتعالى ان تصيب بمرض النسيان فلم ييأسوا بل قالوا الله معنا لا اله الا الله واحد الاخت أم الطيب من سلوى طيب من, سلو من طنجه قد هب سرطان في بدنها هي مكفوفه قد هب السرطان في بدنها ولم ينقطع الامل لا حول ولا قوه الا بالله وتعلم وهي متيقنة جدا أن عسر لن يغلب يسرين متى تذكره ما تفرح فمن أراد أن يساعد هؤلاء فصراحة من الطيب هذا الإخوان ساكن المبتالي فكلهم محتاجين المساعدة فمن أراد أن يحسن إلى هؤلاء فليتوجه إلى قناة شجرة هلال قناة شجرة إلى المكوفين ومن أراد أن يتعرف علي أنا إحسان كثيف من واحد شماعياء فما عليه أن يتوجه إلى قناة شجرة إلى المكوفين فعلى الإحسان تؤجر وعلى الإنفاق تؤجر وعلى المعروف تؤجر وعلى الفقدان تؤجر وعلى البلاء تؤجر وعلى الصبر تؤجر فخلاصة القول أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير ونعم بالله وخير دعوة من طيب يا ربي يا ربي من كل الوجوه تازمت واشتد من كل الجهات المخرج ان لم تفرجها ففضلك واسع عنا ولكن من سواك يفرج. يا رب قل تدعوني استجب فاجب دعائي انني متضرر ثم الصلاه على النبي واله خير الخلائق الشافع المشفع. يا خير رسل الله قدرك قد سما فاشفع لمن صلى الله عليك وسلم وتحية لشيك عم الطيب فمن أراد أن يساعدنا أو يساعد هؤلاء فليتوجه إلى قناة شجرة إلى المكروفين. والحمد لله خير فكل ما يعيشه الإنسان خير إن شاء الله تعالى فتحية لك عم قريبا بارك الله فيك سيشان بارك الله فيك فعلا أمتعتنا بهذا الكلام واخذنا منه عبر وعظات هؤلاء الناس في وضعيه صعبه ومع كل هذا هم الحمد لله فيهم الايمان وفيهم اليقين وفيهم الصبر وفيهم الاحتساب نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لهم باب التيسير وباب الفرج نسال الله جل جلاله ان يكون لهم وليا ونصيرا وهذا الدنيا لا اله الا الله وحده لا شريك له نسال الله تعالى ان يعوضهم في القريب العاجل. كيف سمعتوا الساده المستمعين هاد الناس عندهم وضعيه صعبه ولكن ربك على كل شيء قدير. ماذا علينا ان نفعل الا ان نبقى دوما متصلين بجلال الله وعظيمه عظيم الشيء.